السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان، وأهلا بالناس الجديدة اللي انضمت إلينا الفترة الأخيرة ديت، نورتونا، أهلا بيكم جدا في القناة. النهاردة عملنا فيديو جمعنا فيه أهم المعلومات اللي يجب أن أنت تعرفها لو أنت حابب تقدم على مدرسة القيادة، من ساعة ما تبدأ الحجز من أبشر لحد ما تطلع من المدرسة. أدق التفاصيل شرحناها في الفيديو ده. أول ملحوظة بحب أن أنا أوضحها، الناس اللي بتدخل ومش عارفة تحجز ومفيش مواعيد متاحة، ادخل يوم الخميس من الساعة 12 للساعة 3، ان شاء الله هتلاقي مواعيد متاحة وهتعرف تحجز. ادخل بس، حاول يوم الخميس ان شاء الله من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 3 ظهرا. ازاي انت تحجز معاد من ابشر عشان تقدم في مدرسة القيادة؟ لازم تاخد معاد من ابشر، شرحناه في فيديو مميز جدا وخطوات بسيطة، هنسيبه هنا في الفيديو ده، هنسيبه تحت الفيديو برضو عشان الناس تعرف، لازم تشوفه عشان تعرف الخطوات بالظبط. احنا الفيديو ده هنوضح فيه ملاحظات مهمة جدا لازم تاخد بالك منها لما تيجي تعمل الحجز على ابشر. تاني حاجة، بعد ما تطبع التذكرة من ابشر دي، ايه الخطوات القادمة اللي احنا هنعملها لما نطبع تذكرة ونأكد الحجز واليوم اللي احنا هنروح فيه؟ ايه الاجراءات اللي هنعملها؟ اجراءات تقديم الاوراق في المدرسة في قسم الاستعلامات، هنعمل ايه هناك؟ لو عندك مهارة قيادة، ايه اجراءات الفحص الميداني؟ هنروح ازاي الفحص الميداني؟ ازاي ننجح في الفحص الميداني؟ ما هي ادق التفاصيل اللي يجب ان اهتم بيها؟ في خبر سار جدا للناس اللي عايزة تستخرج رخصة قيادة عمومي، شاهد الفيديو معايا للاخر، ان شاء الله الفيديو يعجبك وهتكون معاك معلومات قيمة جدا تستعين بيها عشان تعدي وتاخد الرخصة بإذن الله. أول حاجة لازم تاخد بالك منها، أول ملحوظة وأول بند لازم تعرفه، أن يكون عندك حساب على أبشر أفراد. لو ما عندكش حساب على أبشر، لازم تدخل وتعمل حساب على أبشر في موقع وزارة الداخلية، حساب يكون خاص بيك أنت. لازم تنزل برضو تطبيق جوجل وتتأكد أن تطبيق جوجل شغال على جوالك والبحث شغال، لأن مش هينفع تحجز عن طريق تطبيق المرور أو تطبيق مدرسة القيادة. لازم تحجز من أبشر أفراد بالاستعانة بجوجل بحث، فلازم تتأكد من تطبيق جوجل والبحث شغال. لازم لما بتفتح حساب على أبشر تتأكد ان انت حاطط جوالك الشخصي الخاص بيك في حسابك، ما يكونش رقم جوال شغلك، رقم جوال صديقك، رقم جوال اي حد، لان انت بتستقبل عليه رسائل هامة جدا وكود تحقق هيوصلك عشان تكمل الخطوات. وانت بتحجز لازم تخلي بالك ان ليك ميعاد واحد فقط، حد اعلى لو خدت ميعاد مش هتعرف تحجز تاني الا بعد ما تعدي الفترة دي، فلازم تخلي بالك من الحاجات دي. لازم تختار الميعاد اللي انت هتروح فيه فعلا واليوم اللي انت فاضي فيه والمناسب ليك. بعد ما تختار الميعاد في اليوم والوقت المناسب بكل دقة، لازم تطبع التذكرة اللي فيها الميعاد وتاخدها معاك هي واصل الإقامة او بطاقة الاحوال والرسوم اللي هتدفعها، اللي هنعرفها في اخر الفيديو انت هتدفع كام عشان تقدم في المدرسة. بعد كده تاخد الاوراق وتروح المدرسة، وتكون هناك في نفس الوقت اللي انت حجزته بالظبط، يعني تروح تتوجه الى شباك الاستعلامات مباشرة في المدرسة ويكون معاك التذكرة ومعاك اصل بطاقة الاحوال او اصل الاقامة. لازم تتأكد ان جوالك متصل بالانترنت اول ما تكون هناك في الاستعلامات عند موظف الاستعلامات، عشان انت هتدخل على الانترنت على موقع المدرسة تكمل الاجراءات بتاعتك هناك، فلازم يكون معاك شبكة انترنت قوية ومتصلة. اول ما توصل عند شباك الاستعلامات هتلاقي باركود بيقول لك امسح الباركود، ولوحة صغيرة مكتوب عليها خطوات ما بعد التسجيل عند الاستقبال، مكونة من 7 عناصر تقرأها جيدا، وفيها رابط موقع المدرسة اللي انت هتدخل عليه. هتدخل موقع المدرسة عن طريق الباركود او رابط خاص بالمدرسة في اللوحة اللي جنب الباركود، ايهما
أفضل لك. بعد ما تدخل موقع المدرسة هتعمل تسجيل دخول على حسابك في المدرسة برقم الهوية ورقم سري من الاستعلامات عن طريق موظف الاستعلامات. النقطة اللي بعد كده اللي هي رقم 11 هنشوفها مع بعضينا. إذا كان لديك مهارة وبتعرف تسوق كويس هتاخد ورقة من الاستعلامات مكتوب فيها رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة ورقم سري خاص بيك، وتتوجه إلى الميدان لتقابل موظف الفحص للاختبار وتحديد مستواك. بعد كده يبقى ده إذا كان لديك مهارة هتاخد الورقة دي مكتوب فيها بياناتك وتروح للميدان للفحص مع موظف الفحص للاختبار وتحديد مستواك. عند الفحص لازم انت تظهر كل قدراتك ومهاراتك عشان تقنع الفاحص بانك ماهر في القيادة عشان ينجحك ويديك الدرجات العالية. فخليك مهتم بأدق التفاصيل اللي هنقولها مع بعضينا سواء كانت تفاصيل كبيرة أو صغيرة، فلازم تجتهد وتطلع كل قدراتك ومهاراتك وتقنع الفاحص ان انت بتسوق كويس جدا. اولا عشان تنجح في الفحص خلي بالك قبل ما تركب السيارة افحص السيارة من الخارج جيدا، لازم تعمل فحص للسيارة من الخارج جيدا. هنشرحها بالتفصيل مع بعضنا ايه اهم النقاط اللي لازم ان انت تكون عارفها وملم بيها. اول حاجة الاشياء التي تركز عليها في فحص السيارة كالآتي: الكفرات لازم تشوفها حالتها عاملة ايه، اسفل السيارة لازم تشوف السيارة من تحت منزلة مية ولا زيت، الفوانيس، الابواب، زجاج السيارة، المساحات، المرايات، افتح الكبوت وشيك على المية والزيت. ولكن لو كانت السيارة شغالة تقولها شفويا للفاحص. الأشياء برضو اللي يجب تركز عليها من الداخل: تشيك على الجير والهاند بريك والإشارات ومية المساحات شغالة ولا مش شغالة، طفاية الحريق والشنطة، الإسعافات الأولية، تظبط المرايات برضو من الداخل والأنوار تشوفها شغالة ولا لا، حزام الأمان وكرسي القيادة كله سليم وتمام وزي الفل. عند التحرك بالسيارة اتأكد انك رابط حزام الأمان وكون هادئ ومش متوتر، ولازم تاخد يمين الطريق بمهارة. انتبه جيدا، اوعى تمشي وسط الطريق او فوق الخطوط، ده اسمه عكس السير وده ممنوع وهترصب وترجع مبتدئ وتدرس بقى في المدرسة من الاول خالص. خلي بالك وانتبه جيدا من اشارة قف، لازم تقف عندها، عدم لو انت عدم توقف هترصب وترجع من البداية. الاشارات الضوئية انتبه وخلي بالك منها جيدا، الاشارة الحمراء لازم تقف تماما حتى لو الطريق خالي من حركة السير. انتبه برضو وخلي بالك من الاشارة الخضراء، دي معناها تخفيف السرعة والاستمرار في السير اذا كان الطريق خالي من الحركة. برضو لازم تنتبه من اشارة ممنوع الدوران للخلف، لو انت دورت من الخلف وما خدتش بالك كده انت عملت مشكلة وهترصب على طول وهتتحول الى مبتدئ. انتبه لو لمست اي قمع او رصيف هترصب برضو، بمعنى هترجع مبتدئ ضعيف القيادة وتدرس 30 ساعة زي اللي لسه داخل مش عارف اي حاجة. فلازم تخلي بالك من ادق التفاصيل دي حاجات لازم نخلي بالنا منها، حاجات سريعة. طبعا في حاجات تانية لازم انت تكون عارفها. بالنسبة للناس اللي عايزة تطلع رخصة قيادة عمومي اللي هي رخصة سائق باص او حافلة 60 راكب او سائق نقل خفيف او ثقيل، في بشرة سارة جدا ليهم الناس اللي عايزة تطلع رخصة قيادة عمومي. بالنسبة للناس دي مصاريف ورسوم المدرسة كما هي لا توجد فيها أي زيادة، 500 ريال، لا يتطلب أن يكون لديه رخصة من بلده أو رخصة سابقة، يحضر للمدرسة ويقدم أوراقه بدون حجز موعد. دي بالنسبة للناس اللي عايزة تطلع رخصة قيادة عمومي.
اللي هي الحافلات والباص والحاجات دي، فالإجراءات بتاعتها سهلة جدا. ازاي نقدم رخصة القيادة العمومية؟ يتوجه إلى المدرسة، إلى وحدة رخص القيادة، ويأخذ ختم اسمه ختم تحويل، ثم يذهب إلى الاستقبال للتسجيل ودفع الرسوم، وهي 500 ريال فقط. وهو بيدرس في المدرسة من 5 إلى 10 أيام حد أقصى. إذا كان بيسوق كويس جدا بياخد الرخصة العمومي، يعني إجراءاته سهلة جدا جدا جدا. بنشوف معانا آخر حاجة بقى، الرسوم والمصاريف للتقدم بالمدرسة عام 2022. المبتدئ اللي مش عارف حاجة خالص بيدفع 2760، السائق المتوسط بيدفع 1466 حسب تقييم الفاحص، السائق الماهر اللي بيعدي بقى 690 ريال، وبيدخل المدرسة 3 أيام، يومين في الفصل ويوم في الميدان. دي كل حاجة وكل معلومات لازم تكون عارفها، بالمصاريف، بالتعليمات، بالحجز، بكل حاجة. احنا لمينا كل المعلومات اللي الناس بتسأل عليها في الفيديو ده. اتمنى كل الناس تستفيد بالمعلومات اللي قدمناها، واتمنى التوفيق للجميع. اتمنى منكم برضو ما تنسوش اللايك، تدعمونا باللايك، واللي مش مشترك في القناة تشترك معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.